أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في موجز الأخبار من حلب اليوم. أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى نحو 3800 قتيل منذ السابع من الشهر الحالي. وقال المتحدث إن 4 مشافي خارج الخدمة في القطاع بعد استهدافها من قبل إسرائيل بشكل مباشر، إضافة إلى توقف نحو 14 مركزا صحيا بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود في القطاع. نظم أهالي مدينة إدلب مظاهرة تضامنية مع أهالي غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع، كما خرج العشرات بوقفة احتجاجية بمدينة بزاعة شرق حلب، ودعا ناشطون إلى الخروج بوقفات ومظاهرات في مدن وبلدات الشمال السوري عقب صلاة الجمعة، وذلك ضمن حملة التضامن مع غزة في الشمال السوري. أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 42 عنصراً من تنظيم اليابجي والتنظيمات الانفصالية في كل من تركيا وشمال سوريا والعراق. وقالت وزارة الدفاع التركية إنها مصممة على تدمير أوكار الإرهابيين، وذلك حتى يتم القضاء عليهم من هذه الجغرافيا، وتقصد فيها المناطق الحدودية مع تركيا. قال دفاع المدني السوري إن 6 خيام تضررت بشكل جزئي بسبب تسرب مياه الأمطار إليها بشكل نسبي ضمن تجمع مخيم المدينة المنورة في قرية باريشا شمالية إدلب، وعملت فرق الدفاع المدني السوري على فتح ممرات مائية لتصريف مياه الأمطار في عدد من المخيمات بريف إدلب وعدد من الطرق في مدن المحافظة. قتل مدني وأصيب 11 آخرون بينهم أطفال ونساء أمس الأربعاء جراء قصف قوات الأسد بالمدفعية والصواريخ مدن وبلدات الريف إدلب وحلب. هذا وشنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية ليلية استهدفت فيها خزان مياه في قرية إشتبرق في ريف إدلب الغربي، في وقت تواصل به قوات الأسد وروسيا قصفها على المنطقة. نهاية الموجز مشاهدينا، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.